الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في ختام المرحلة الأولى من السباق المحلي الثالث، حيث تنطلق أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الجذاع. وشاهدنا الشوط الأول الرئيسي الخاص بفئة البكار، وماذا أسفر عنه ذلك الشوط عندما اختطفت مهيوبة الشوط الأول الرئيسي من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران لتضيف النقطة الثانية في رصيدها في هذا الموسم، وهو اختطاف الشوط الرئيسي في السباق المحلي الأول. وهذا السباق أيها الأعزاء انطلق قبل قليل، هذا الشوط الأول الرئيسي للجذاع القعدان، مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول عديل من هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الثاني، البصير لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني، مضمر فهيد بن علي بن سلعان. بينما دور المركز الثالث، العقال لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، يضمر العقال جمعة أبا بكر بن محمد. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن يحتل المركز الرابع راهي لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، يضمن راهي حميد بن محمود بن مرشود. دور المركز الخامس، ومن يتقدم في هذا النداء ليحتل المركز الخامس، التسلل من قبل عرقان لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، يضمن عرقان عبد الرحمن الكبيسي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى في هذا الشوط الرئيسي الذي أشبه ما يكون بالقطار. شوط امتد ربما لأربعمائة متر، شوط طويل وعريض. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع بقيادة من يقود هذا الشوط، عديل مع المركز الأول. يقود هذا الشوط قيادة حكيمة وقيادة موفقة. يلا يا أبو خالد، يلا يا الحوت، لا يأكلونك المضمرين. حافظ على هذا التقدم يا أخوي، حافظ على هذا التقدم الممتاز. إن لم تكن حوت يا الذيب أكلتك التماسيح في البحر. خلك مركز على عديل وعلى انطلاقة عديل يا المشاغب. 3 كيلومترات تفصلنا عن خط النهاية. المركز الثاني، الله، هل الخيسة اللي خذلهم 5 أشواط رئيسية في سباقنا المحلي الثاني، عندما صرح أيضا الناطق الرسمي باسم هذا الشعار سعود بن سلعان بأنه قادم أيضا في السباق المحلي الثالث، والهبوط التدريجي عندما صرح لمواقع التواصل الاجتماعي لقناة الريان وأيضا لموقع الأبرقة. سنرى يا سعود الليلة، الله يوفقك ويوفق إخوانك المضمرين. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يتقدم على صعيد المركز الثالث، العقال على المركز الثالث وقديما في الأمثال. قالوا العقال وقافي الفال وقافي العقال، هذا هو العقال لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، المضمر جمعة أبا بكر. المركز الرابع يتقدم فيه مقدام لسعادة الشيخ طلال بن خليفة بن خالد آل عبد الرحمن آل ثاني، المضمر سالم بن سعيد بن لزيوح. المركز الخامس، هنا هجوم عنيف على المركز الخامس، 4 أو 5 أو 6 أسماء، نشوف رقم 10 اللي ينتقل من الخامس إلى الثالث مباشرة. شاهين من هجن الشحانية معك يا أبو خالد، محمد بن خالد العطية، ويلاحق زميله جنبا إلى جنب في العزبة. هنا الوسيل أيضا من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس من الجانب الآخر من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران. الله، يا سلام، هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. شوف هنا هجوم لفت انتباهي، رقم 19
القادم الفايز من اجل الشحانيه مع مضمر سالم بن فران. الفايز اسم خطير، حطوا تحته خطين، حطوا يمكن من سلاله الفايز شقيق الجزيره، شكله يدل على ذلك. العلم عند الله. عموما انتقل الى المركز الثالث. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى عديل على المركز الاول. عديل يا عديل يا عديل من اجل الشحانيه، التضمير مع ابو خالد مع المشاغب محمد بن خالد العطيه. البصير يا هلا الخيسه، يا هلا الخيسه، يبغون ناموس وشوط رئيسي. تعودوا على السلامات محبين هذا الشعار، عودهم هذا الشعار على النواميس، على اهداء السلامات من هنا من قلب الحدث، من قلب الحدث الى الخيسه والى اهل مصلال والى تلك المناطق وما جاورها. الله الوسيل البصير، البصير هو راعي هذا الشوط في السباق المحلي الثاني. شكرا يا البرتو على المعلومة. هذا هو على المركز الثاني، وانطلق راعي الشوط. الفايز يا الفايز يا الفايز يا الفايز، تحرك يا الفايز قليلا يا الفايز. هذا هو على المركز الثالث، ولكن البصير خلاص خلاص عراس، على ما يبدو على ما يبدو بأنه قفل الشوط. إن لم يكن في هيد استعجل شوي، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير يقض مضجع الكيلومتر الأخير. البصير البصير ما شاء الله، صاحب نقطة، صاحب نقطة في السباق المحلي الثاني، وها هو يعود نفس السيناريو، يكرر نفس السيناريو في السباق المحلي الماضي. قام راس وانهى راس، اليوم قام ثاني ولكن انهى راس. الله سلام 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 يا الخيسة، سلام. تهانينا لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني، والتهاني موصولة لفهيد بن سلعان. واشكرك اشكرك يا سعود بن سلعان يا راعي التصريحات النارية، صرحت قلت ففعلت. هذا هو قال الهبوط التدريجي مع الكيلومتر الاخير، شفناه يا سعود. هذا هو البصير يهدي السلام على الهوائي مباشرة الى ابناء الخيسة والى اهل الخيسة في مساء هذا اليوم، من هنا من ارضية ميدان التحدي، من ارضية ميدان التحدي. الشعار المميز، الشعار الذي صار وجال في السباق المحلي الثاني، يعود في هذا المساء ليصول ويجول ايضا في هذا السباق المحلي الثالث. سلام يا البصير سلام. الله يا البصير بدون اي منافس على الاطلاق، تهانينا يستاهل سعادة الشيخ جاسم بن سعود من ايضا ينتج ويشتري في هذا المجال، فتهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. تهانينا لفهيد بن سلعان والتهاني لسعود بن سلعان. المركز الثاني، المركز الثاني وصل فيه معي من اجل الشحانيه مع سالم بن فران. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين من اجل الشحانيه مع محمد بن خالد العطيه. المركز الرابع، المركز الرابع وصل فيه مكلف من اجل الشحانيه مع جابر بن سالم بن فران. المركز الخامس، المركز الخامس وصل فيه مأرب من اجل الشحانيه مع جابر بن سالم بن فران. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمه الاولى في مساء هذا اليوم على الهواء مباشرة. إذن الشوط الأول الرئيسي ذهب مع البصير، قطع المسافة شباب 7 دقائق 47 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني، وسلام يا الخيسة سلام. أسعد الله مساكم بكل خير يا أهل الخيسة. التهاني لفهيد بن سلعان وأيضا لسعود بن علي بن سلعان. المركز الثاني، المركز الثاني معي قطع المسافة في 7 دقائق 53 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس لمالك معي هجن الشحانية. التهاني للمضمر الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه شاهين، قطع المسافة في 7 دقائق 53 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس.